من الأخبار المرعبة والمضحكة في نفس الوقت، المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والأوبئة CDC بيقول على موقعه الرسمي إنه علينا مواجهة الزومبي مثل الاستعداد لمواجهة كارثة طبيعية. ده كمان حطوا خطوات للنجاة وخطة أيضا للطوارئ لو البشر تحولوا لزومبي، بمعنى إن يكون لدينا كميات كافية من الأكل والشرب والعلاج وصابون ومطهرات وإسعافات أولية إلى آخره. طب إيه اللي يخلي مركز رسمي يحذر من حاجة مش بنشوفها غير في أفلام السينما؟ هل ممكن يكون في فيروس جديد هينتشر ويسبب سعال للبشر وهيخليهم يأكلوا في بعض زي الزومبي؟ الحقيقة سؤال يطرح نفسه، إيه اللي يخلي مركز زي ده يطلع خبر بالشكل ده؟ ولا هي تلميحات لكارثة جايلنا في الطريق؟ ده اللي هنعرفه مع مرور الوقت.